خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه. معكم محلطق جوزيف دهري من شركه تكمل مباشره. بهذه الجلسه الصباحيه ومثل ما تعودتوا علينا رح نقوم بتغطيه مباشره ونغطي معظم العمليات والازواج الرئيسيه طبعا اللي بنتداول فيها بشكل يومي، مثل اليورو دولار، استرليني، الدولار ين، الدولار كاد، الذهب، والنفط، والمؤشرات الامريكيه او اليو اس اندسز. فبهذه الحاله طبعا نتوقع انه مع بدايه سنه 2019 يكون عندي بعض فرص الاستثمارات الموجوده في سوق الفوركس، وطبعا تكون الامور امنه اكثر من السنين السابقه. ولكن يعني افتتحنا اليوم السوق مع مفاجاه كبيره على فولاتيليتي ضخمه، على تقلبات رائعه، على يعني مدري شو صاير بالسوق. عم نتكلم على بعض الامور اللي طبعا كانت حصلت بغض النظر عن توقعاتنا لانخفاض زوج اليورو دولار. كنا شاهدنا خلينا نقول بعض الانخفاضات واختراق مستويات محدده، وطبعا هذا الانخفاض اذا بدكم او استراتيجيه الافرجينج بتدل على انه تم انخفاض السوق من اعلى قمه اللي نحن حددناها لاوطى قمه اللي ايضا حددناها لمستوى ال 113 23. هلا عم نرتفع لنرجع نسجل مستويات الافرجينج او خط الوسط اللي كان عم يلمسه اليورو دولار بالجلسات السابقه. فبهذه الحاله نتوقع انه هذه المستويات تكون ايضا اواخر ارتفاع اليورو دولار بالمرحله القادمه، واتوقع انه من هذه المستويات ممكن نرجع نشهد اذا بدكم موجه انخفاض جديده وموجه هبوط جديده ونعزز مراكز البيع. هلا طبعا الهدف تبعنا ما فيكون اوطى من مستوى ال 112 70. مستوى ال 112 70 هو المستوى المنتظر لانه صار عندي اكثر من ملامسه له بالايام السابقه ولا لم يتم اختراق هذه المستويات. فاتوقع انه نرجع نزور هذه المستويات على المدى القريب، وطبعا من هونيك نرجع نفكر ب اذا بدكم مراحل اخرى وبسيناريوهات مفترضه اخرى. يعني اليورو دولار هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا هي مستويات ال 113 80، مستويات مهمه جدا 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 للتداول. هلا بالنسبه للاسترليني دولار والعملات الرئيسيه الاخرى، الفولاتيليتي والتقلبات اللي كنا عم نشهدها شوي صغيره على اليورو دولار، عفوا على الاسترليني وعلى العملات الرئيسيه، ما كانت موجوده على اليورو دولار. يعني اذا بنرجع نطلع على الاسترليني عفوا، بنلاحظ انخفاض بالجلسه المسائيه اللي هي الاسيويه من مستوى ال 126 05 لزياده مستوى ال 124 30، انخفاض 200 نقطه. 200 نقطة انخفاض، ورجعنا ارتدينا عم نتداول هلا تقريبا قرب اعلى مستويات الشمعة. ولكن هذا الانخفاض اللي عملناه او سجلناه بجلسة الجلسة الاسيوية او الجلسة المسائية كانت اكثر من واضحة انه نحن اصلا بعدنا عم نتكلم على موجة هبوط لاسترليني دولار لزيارة وتسجيل مستوى ال 121. باخذ بعين الاعتبار من اخر قاع لاخر قمة، اوكي، اللي تسجلت عندي من اكتوبر 2016، اكتوبر 19 2016، كان عندي نفق ميل على ارتفاع. هذا النفق ميل على ارتفاع بكل بساطة كان عندي إذا بدكم موجة تصحيح وسايكل تصحيحي وتعتبر كوركتيف سايكل. هلأ الاتجاه المضاد اللي عم نشهده هو اتجاه بالعكس منه مضاد، هو اتجاه عام رئيسي. ليش؟ لانه عم نتكلم على اتجاه عام هابط. كنا على رسم بين الاسبوعي من مستويات ال 2.1 لمستويات ال 118، موجه تصحيحيه بالاتجاه الصاعد. ما كان اتجاه عام رئيسي ولكن كان اتجاه تصحيحي قبل ما نكفي اتجاه الهابط. فالاتجاه الهابط اللي عم نشهده هلا هو الاتجاه العام اللي كان مسيطر عليه فريق الدبب منذ اكتوبر 2016 لحديث اليوم. يعني تقريبا بعدنا بالاتجاه العام الهابط وبعدنا بانخفاض العمله من تقريبا اكتوبر او سبتمبر 2006 او 2007 تقريبا بهذه المستويات لهلا. يعني قلنا اكثر من 11 سنه عم نرجع نشهد انخفاض العمله البريطانيه، وطبعا ضعف هذه العمله ممكن ترجع تعزز الطلب على التجاره في بريطانيا. يعني بتلاحظوا انه نحن عندنا اذا بدكم بعض الدول اللي عملتها كثير ضخمه او عاليه كثير وغاليه مقابل العملات الاخرى، فبهيدي الحاله ما بتكون عم تشجع اذا بدكم التجاره بشكل او اخر. ولكن لما ترجع تنخفض العمله ويرجع يتداول المضاربون فيها بارقام مدنيه او ارقام واطيه بترجع بتشجع التجاره ببلدها. فهلا بريطانيا طبعا من الدول الكبرى، يعني ما فينا نحن ناخذ قرارات على انه هي اقتصادها اذا بدكم ضعيف مش هيك عملتها عم تتراجع، طبعا لا. ولكن اتوقع انه طبعا يعني يكون عندي بعض التقلبات هلا بالنسبه للاسترليني دولار على المدى القصير. استاذ سمير بكل بساطه افتتاح شمعه سنويه خطره جدا. يعني عفوا افتتاح هذه الشمعه، افتتاح شمعه شهريه
بتعطيني تقلبات اذا بتكون فولاتيلتي مرتفعه، كيف لا تكون افتتاح شمعه سنويه؟ خليني اقول افتتاح شمعه سنويه بتعني على انه ممكن يكون عندي تقلبات اذا بتكون مفاجئه، وكنت خبرتكم عنها. يعني اول شيء الويكس بده ياخذوا مجراهم، عندي اتجاه عام صاعد وهابط لازم تتسجل على الشمعه. خليني افرجيكم بكل بساطه، عندي رسم بيان اسبوعي هلا، ما هيك؟ رسم بيان الاسبوعي هذا الويك اللي عم بتشوفوه من ميلة فوق اللي هو الشادو اذا بدكم لا الاتجاه العام الصاعد، والويك من ميلة تحت، اوكي، والويك من ميلة تحت. بكل بساطة هيدي لازم تتسجل على الرسم بياني السنوي. لما نجي نحن نفتتح شمعة سنوية بغض النظر عن الاتجاه العام الرئيسي اللي لازم تاخذ اذا ياخذ السوق او ياخذ مجرى السوق، بده يكون عندي تسجيل مضاد وتسجيل معاكس. يعني لو هذه الشمعة بدها تغلق باللون الاحمر، الشمعة السنوية عم بتكلم، لازم تسجل ارتفاع بكل بساطة كرمال تثبت قمم معينة قبل ما تكفي اتجاه الهابط تبعها. فهيدي الشمعة السنوية هيدي التقلبات والفولاتيلتي اللي لازم نشهدها. ولكن بالنسبه للين الياباني اتوقع انه تكون قصه ضخ سيوله في البلد. يعني نحن لما نكون تقريبا عم نتداول على الين الياباني او على الدولار ين قرب مستويات ال 110 و111 و115، هذه المستويات عم نكون عم نتكلم على ين ياباني ضعيف. ليش؟ لانه الدولار الامريكي قوي على الين الياباني، فبهذه الحاله لما يضعف كتير الين الياباني ما بيناسب بقى الدولة واقتصادها، فبهذه الحالة بيرجعوا بخلوا او بيضخوا سيولة في البلد او في الليكوديتي في السوق كرمال يرجعوا يحصلوا اذا بدكم على بعض الامور وسندات الخزينة اللي هي مقابل الدولار الامريكي، فهذا الشيء بخفض الليكوديتي والسيولة على الدولار الامريكي مقابل الين الياباني. ما بدي اكون عم بحكي بشكل عشوائي، ولكن اللي بدي اقول لكم اياه انه الاقتصاد الياباني هو من اذكى الاقتصادات في العالم. كان عندهم سابقا شيء اسمه انترفنشن. شو يعني انترفنشن؟ يعني تدخل. على طول لما توصل العمله لارقام معينه بصير عندي نوع من الانترفنشن والتدخل من قبل الدوله كرمالها ترجع تقوي عملتها، اوكي؟ فعلى طول لما كانت تتداول العمله او الدولار ين قرب مستويات تقريبا 120 124 115، كان كل ما يرتفع السوق تعمل انترفنشن ينخفض السوق بشكل ضخم وبشكل سريع، كل ما يرتفع السوق اكثر يجي يعملوا انترفنشن ويدخل. اذا بتعملوا سيرش للانترفنشن في دوله اليابان بتعرفوا انه اكثر من 20 او 30 مره تدخلت دوله اليابان بتسعير عملتها. هلا طبعا كل دوله بتتدخل بتسعير عملتها، ولكن هل يا ترى هذا الشيء صحي او هذا الشيء اساسي او ممكن يكون اذا بدكم سهل للدوله؟ طبعا لا. يعني لو سهل للدوله ما بظن انه استراليا كانت تركت عملتها تنزل من 0.80 ل 60، او اليورو دولار على سبيل المثال ما خلت عملتها توصل لل 104، كانت خفضت عملتها شوي شوي. الـ 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 يعني الاتحاد الاوروبي خفض عملته شوي شوي وثبت العمله على مستوى ال 110 111 112. ما في لزوم كان يعمل سبايك لمستوى ال 104 قبل ما يرجع يرتفع لل 113. هذا التدخل السريع بالسليبج وبالانخفاض السريع هو ضخ سيوله، اوكي، من قبل دوله كبرى على البنوك المركزيه للدوله المعينه اللي عم نتكلم عليها. فهذا الضخ اللي بيجي من خلال سحب السيوله من البلد او ضخ سيولة على البلد أو حتى التدخل من خلال سندات الخزينة اللي هي دولة أخرى عادة تستثمر بسندات الخزينة تبع دولة تانية. فبهذه الحالة عم نتكلم نحن في الدول، على سبيل المثال في لبنان، يعني عم نتكلم بسنة 2005، بسنة 2005 و2006 سندات الخزينة أصبحت بتعطي 30 و40% عوائد. سندات الخزينة لما تعطي 30% يعني هذا استثمار أكثر من مغري، لأن سندات الخزينة آمنة ومجبورة على أنه الدولة تدفعها للأشخاص اللي بيستثمروا فيها. فكان عندنا كثير دول عربية كانوا عم بيستثمروا بلبنان بسندات الخزينة اللي هي مثل دولة قطر والكويت وايضا السعوديه. فبهيدي الحاله لما استثمروا بسندات الخزينه التابعه على دوله لبنان، فبهيدي الحاله صار اصبح عنا سيوله زياده بالبلد، هذا الشيء خلى عملتنا ثابته. فبكل بساطه عم نتكلم على هذا الصعيد او على هذا السيناريو، ولكن على صعيد اكبر مقابل دول كبرى. هلا الين الياباني والانترفنشن اللي حصل، انا يعني بكل بساطه كان شيء يعني منه متوقع، ولكن كان شيء طبيعي بالنسبه لإلي لانه على طول كنا نشهد هذا الانترفنشن. هلا طبعا الكروسز تاثروا كثير، يعني مثل استرليني ين، مثل السي اتش اف ين، الكاد ين الى اخره. هذه التقلبات اللي شهدناها ايضا خلينا نقول خلت اذا بدكم بعض الكروسز يتحركوا بشكل سريع. هلا الشيء اللي بدنا نلاحظه
انه الانترفنشن او التدخل وادق السيوله ممكن يكون كان من قبل بريطانيا او دوله عظيمه مثل بريطانيا، لانه اذا بتلاحظ لليورو دولار على رسم بيان اليومي خليني اقول بتلاحظ انه ما كان عندي فولاتيليتي ضخمه، يعني بشمعه اليوم على اليورو دولار كان عنده انخفاض 113.09 واعلى مستوياتها 113.80، يعني 80 نقطه، بينما استرليني لانه فيها سيوله وفوليوم واذا بدكم عدد متداولين اكبر كان الفولاتيليتي والتقلبات اكبر بعدد 200 نقطة انخفاض بشمعة واحدة. فبهيدي الحالة بتكون تعرفوا بكل بساطة انه ممكن يكون لها تأثير بريطانيا على تحرك الين الياباني اوفر نايت. هلا بالنسبة للدولار كاد وصلنا لمستويات اذا بتكون اوفر بوت بوزيشن او منطقة تشبع بالشراء، وطبعا تم تثبيت مستويات مهمة جدا، فاتوقع انه من هذه المستويات نبتدي نرجع نشهد ضعف للدولار كاد ونكفي هذا الاتجاه الهابط. هلا نحن عاده من وراء ما نبتدي بالتحاليل التقنيه من كم معين نشهد انخفاض بشكل ثلاث موجات على طول بتكون موجه تصحيحيه لتكمله الاتجاه الصاعد، ولكن على طول بكون عندنا هدف. شو يعني هدف؟ يعني اذا مندخل فيبوناتشي اكسبانشن على اخر قاع وبنطلع فيه على القمه على اليسار والقمه على اليمين بكون في عندي هدف مستوى ال 100% لازم نستهدفه ولازم نزوره. مستوى ال 100% على الدولار كادي اللي هو ال 115 او 115 بعد ما استهدفني وما لمسني على الدولار كاد، فمش هيك بعدنا عم نتوقع انه نحن هيدي ويف اكس او هيدي موجه كونكتر خلينا نقول لهذا الانخفاض، وطبعا نتوقع تكمله اتجاه الهابط على المدى الوسط للاصيل. فبالنسبه لي انا هذا الارتفاع اللي عم نشهده على الدولار كاد بعده تصحيحي بنفق ميل على ارتفاع بموجات مضاده مثل ما عم بتشوفوا ابورد شانل، من المفروض انه يكون فيها 7 سوينج هاي. بالتحاليل التقنيه البسيطه بتقول انه اذا في عندي نفق ميل على ارتفاع لازم يكون عندي شيء اسمه 7 سوينجز هاي. 7 سوينج هاي بتدل على ارتفاع 7 موجات. شو يعني 7 موجات؟ يعني ارتفاع موجه انخفاض موجه ثانيه، يعني 1 2 3 4 5 6 7. خلينا نعدهم بشكل رئيسي وبشكل واضح، ولكن بدي اعمل سيرش لللايت شوت. لايت شوت هو البرنامج اللي انا بستعمله كرمال لنعمل سكرين شوت للشاشه، اوكي، ونختار هول التولز. لكن عندي من القاع ويف 1 ويف 2 3 4 5 6 و 7. مثل ما قلت لكم الموجات التصحيحيه اللي هي بنفق ميل على ارتفاع وخاصه لما تكون كونكتر ويف اكس باستعمال موجات اليوت، على طول هذه الموجات تلقب ب 7 سوينج هاي اللي هي من الواضح انه فيها 7 موجات ارتفاع. نتوقع انتهاء هذه الموجة قرب هذه القمم اللي عم نزورها مستوى 136-137. فالدولار كاد من هذه المستويات بشكل مفاجئ ممكن نشهد انخفاض ضخم له. أنا برأيي أنه هذه السنة أو سنة 2019 هي السنة اللي طبعا تابعة على الدولار كاد، رح يكون فيها فولاتيلتي كتير ضخمة ورح نقدر نستفيد منه بشكل أكبر. هلأ اليورو كاد هو من الكلاسز أو الأزواج اللي كنت تكلمت عليه أنا، وكنت قلت لكم بأكثر من جلسة أنه نحن نتوقع وصوله لمستويات ال 61% أو 76.4% وبداية موجة هبوط ضخم جدا. فطبعا بهذا الانخفاض بكل بساطة كان من يعني واضح ليش، لانه باستعمال موجه اليوت نحن بتقلنا انه اذا شفنا نفق او خلينا نقول مثلث ميل على انخفاض هذا بيعني ليدنج دياجونال اللي هي ويف 1 2 3 4 5، خمس موجات ضمن هذا المثلث الميل على انخفاض يدل على بيج ويف 1 او موجه رقم 1 الضخمه، ومن ثم ارتفاع اي بي سي بيج اي بي سي هيدي موجه رقم 2. يعني اصبح عندي هون بيج ويف 1 ارتفاع بيج ويف 2 ونتوقع انخفاض بيج ويف 3. هذه المستويات هلا تلامست مع مستويات 61.8 فيبوناتشي. 61.8 فيبوناتشي مجرد جولدن ريشيو، اوكي. خليني اشرح لكم شوي بسرعه عن الفيبوناتشي، اوكي. فيبوناتشي بتقلي اذا في حال خلينا نقول ابتدينا من قمه معينه بالانخفاض من قمه لقاع معين وابتدينا بالارتفاع من ثم هذا، يعني هذا الانخفاض رجعنا بالمقابل عم نشهد ارتفاع، هل يا ترى هذا الارتفاع وين ممكن يوقف؟ بندخل فيبوناتشي ريتريسمنت اللي هي موجوده فوق الاسعار، عم بتشوفوها على الكيرسر فوق الاسعار، هذه الفيبوناتشي بندخلها من اخر قمه لاخر قاع وصل للسوق، وبكل بساطه بيطلع لي ارقام 23.6%، 38%، 50% وال 61 و 76.4. بكل بساطه زياره مستوى 23.6% والاكتفاء بهذا المستوى ممكن كفي اتجاه الهابط.
أيضا طبعا ارتفاعه لزيادة مستوى 38%، وأيضا الاكتفاء بهذا المستوى ممكن يكفي اتجاه الهابط. بقلنا السوق إذا في حال اخترقنا مستويات ال 61% واشتغلنا فوقه لعدة شموع، يعني بعدة شموع فوق مستوى ال 61%، نتوقع أنه هذا الارتفاع المضاد للانخفاض هو ليس تصحيحي ولكن اندفاعي بالمقابل، فنتوقع تكملة اتجاه الصاعد. هيدي فيبوناتشي هيك بتقول. فيبوناتشي هو ماثماتيشن او عالم رياضي رياضيات، هو بيقول لي انه ال 61.8% هو جولدن ريشيو او الرقم الذهبي اللي هو نتوقع انه يكون مهم جدا بالنسبة لنا، فمشان هيك نتوقع زيادة مستوى ال 61% وتكملة اتجاه الهابط. هلا من وراء تغيير سايكولوجيكال بيهيفير ونفسية السوق سنة بعد سنة، نحن كمحللين تقنيين عم نجرب انه نتأقلم بفيبوناتشي مع ارقام جديدة ونعدل هذه الارقام. مشان هيك نحن من شركة تكمل زدنا رقم ال 76.4% اللي هو بعض الأحيان عم نعمل امتداد للأسعار لزيارة مستوى 76.4% اللي هو أصبح الجولدن ريشيو الجديد لسنة 2018 وحتى أتوقع لسنة 2019. وطبعا هذه المؤشرات لازم يتم تعديلها يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، أشهر بعد أشهر، فبهذه الحالة كرمال نضلنا عم نتأقلم مع تغيرات السايكولوجيكال بيهيفير. ليش عم يتغير السوق؟ ليش سوق الفوركس أصعب صار أصعب؟ ليش سوق المال أصبح صعب إنه تقدر تستثمر فيه وتجني بعض الأرباح؟ لأنه عندنا شيء اسمه ماشين تريدنج سيستم، اصبح عندي فوليوم ضخم جدا. مين ما كان بفكر بسوق البورصه ممكن يفتح حساب باقل من ساعه، بيحول مستنداته لشركه ماليه، بيفتح حساب البورصه وبصير عم يتداول. فهذه السيوله الزايده بسوق الفوركس وبالجلوبكس او بالعولمه اللي موجوده بين سوق لندن وطوكيو وزيورخ واستراليا ونيويورك، وطبعا كل يعني اليابان، هول الدول الكبرى اللي عندهم سوق او بحرك السوق سوق الفوركس، فبهذه الحاله الجلوبكس او اللي بيجمعهم اصبح فيها سيوله وفوليوم ضخم جدا، مش هيك التقلبات والفولاتيليتي اصبح خطيره، اصبحت خطيره، ومن الصعب على المضاربين انه يقدروا يجنوا الربح بشكل سريع. هلا نحن عم جرب لكم انه نقلوا الاستثمار وفرصه الاستثمار وطريقه استراتيجياتكم من مضاربه للاستثمارات على المدى الوسط للطويل، لنقدر يكون عندنا امل ونقدر نتنفس اكثر بكل مركز ونعطيه مجال من ورا هذه التقلبات الضخمه، نعطيه مجال لياخذ مجرى السوق. عم بيكون السوق صاعد، ما عم يتحرك بشكل سريع، عم ياخذ وقته. هذا العامل الوقت هو العامل الوحيد اللي ضد المستثمر اللي هو مع سوق البورصه. انتم عارفين انه احنا فريق والبورصه فريق ثاني، فبهذه الحاله الوقت هو العامل الوحيد اللي ضد المستثمر، لانه المستثمر بفوت على سوق الفوركس بقول انا بدي اجني ارباح، اول ما يفتح مركز بقول انا بدي هذا المركز ابتدي اربح فيه بشكل سريع. طبعا ما هذا الشيء منه موجود، ممكن بشكل بالصدفه تدخل بفرصه ذهبيه او بجولدن اوبورتونيتي، تدخل بفرصه استثمار اول ما تفتح المركز تبتدي تربح، وارده بتصير ولكن مش على طول. فبهذه الحاله لازم يكون عندك طولة بال كرمال تنتظر على الشموع اليابانيه لتاخذ مجراها وتاخذ الاتجاه المفترض. هلا بالنسبه لاسعار الذهب، استاذ سمير كان طلب اسعار الذهب، اسعار الذهب بعدني مصر وباستعمال موجات اليوت بعدني مصر انه هذا الارتفاع هو ارتفاع تصحيحي، وبعدني مصر على انه لازم نبتدي موجه هبوط ضخمه جدا لتسجيل مستوى ال 1120. مستوى ال 1120 هو المستوى المنتظر لشراء اسعار الذهب، انا ما عم بقول انه ممكن يكون عندي سيناريو سلبي اكثر من هيك، اتوقع تثبيت هذا المستوى لانه عندي شيء اسمه كان دبل توب، من المفروض انه يصير عندي شيء اسمه دبل بوتم. لما يكون عندي قمه مزدوجه لازم يكون عندي قاع مزدوج، وهذه تحاليل بسيطه جدا سوق الفوركس، اوكي؟ او بالتحليل التقني. فما وصل السوق لمستوى ال 1122 لنقدر ناخذ او نريح بالنا بشراء او مراكز شراء لأونصة الذهب على المدى الوسط للطويل. فكان عندي شك على انه هذه الموجه هي موجه تصحيحيه. ليش حطيت خط ازرق على هذه القمه هلا؟ لانه هذه القمه اللي عم نتداول بقربها، كنت قلت لكم بجلسه امس انه ممكن يعمل امتداد لمستوى 90 92 اسعار الذهب وتكون نهايته. عندي انخفاض موجه الاولى، خلينا نقول الموجه الاولى من القمه للقاع انخفضت بشكل خمس موجات، اوكي؟ فبكل بساطه هذه الخمس موجات هو القاع تبع موجه رقم واحد. هلا الموجه الرابعه، هيدي الموجه اثنين بكل بساطه ارتفاع، الموجه الثالثه الاندفاعيه السريعه لزياره هذا القاع المستوى ال 1160، الموجه الرابعه اللي هو نحن فيها هلا هي موجه تصحيه لا يفترض
التفاف الموجة الرابعة مع الموجة الأولى. شو يعني التفاف؟ عم نتكلم على اختراق أو إغلاق فوق القاع تبع الموجة الأولى. فهذا الأرقام اللي عم نتداول بقربها هلأ بكل بساطة هي آخر أمل لفريق الذباب أو لفريق البيع لا يقدر ياخذ اسعار الذهب الاتجاه الهابط، او اذا في حال تم اختراق مستوى ال 1290 و88 هذه المستويات واغلقنا فوق اليوم، اليوم بجلسه اليوم اغلقنا شمعه يوميه فوق، اتوقع انه السيناريو السلبي يكون خلص يعني بطل موجود، اتوقع السيناريو الايجابي لاسعار الذهب وزياره مستوى ال 1360، فهذا اخر امل لاسعار الذهب انه نبتدي بالاتجاه الهابط، اذا في حال عم تفكروا بمراكز بيع من هذه المستويات لأسعار الذهب هي أسعار البيع المنتظرة. إذا في حال فتنا بسيناريو إيجابي لازم يكون عندنا طبعا سيناريو مختلف اللي هو أصبح عندي سيناريو المثلث أو ويف أي أول موجة تصحية ارتفعنا فيها، رجعنا دخلنا بمثلث هيدي ويف أي أول موجة تصحية من قاع ال 1020 1030 ارتفعنا بموجة صاعدة هيدي ويف أي، رجعنا دخلنا بمثلث اللي هي طبعا تعتبر إذا بدكم مثلث ويف بي. أوكي هلا ويف بي تتضمن خمس موجات اللي هي خليني افرجيكم بكل بساطه بس كيف ممكن تكون واضحه عندي سيناريو المثلث. يعني هذا السيناريو الايجابي اللي عم بتكلم عليه هلا، عندي ويف اي اول موجه، رجعنا دخلنا بمثلث بهذا الشكل اللي هو ايضا يتضمن خمس موجات اي بي سي دي، ارتفاع هلا اسعار الذهب لزياره مستوى 1340 1350 ومن ثم لاجينج ويف اي وتكمله اتجاه الصاعد. هذا السيناريو الايجابي. إذا في حال هذا السيناريو أخذ مجري نتوقع أن أسعار الذهب توصل لمستويات 1340 1350 وترجع تلتف وتنخفض لزيارة وتثبيت مستوى 1250 عن جديد اللي هي ويف إي وتكمل اتجاه الصاعد. بكون سجلنا بيج ويف إي بيج ويف بي اللي هي تتضمن بخمس موجات صغار اللي هن سمول إي بي سي دي ولاجينج ويف إي ومن ثم نتوقع ارتفاع بيج ويف سي. هذه الموجات الضخمة بيج ويف إي بيج ويف بي وبيج ويف سي. هذا سيناريو ايجابي على اسعار الذهب. اتوقع انه يكون عندي السيناريو السلبي انا اللي هو السيناريو اللي يكون بعد عندي للاسف، يعني عم بتكلم بسيناريو سلبي على اسعار الذهب ومثل ما تكلمت بسيناريو سلبي على اسعار النفط ايضا من مستوى ال 75 وشفتوا وين صار سعر النفط. هلا السيناريو السلبي اللي عم بقوله انا انه هذه موجه رقم 1 2 موجه رقم 3 ارتفعنا باي بي سي موجه رقم 4 اي بي سي فلات بوزيشن اوكي وقمه مزدوجه وهلا انا في صدد انخفاض الموجه الخامسه اللي هون ويف 1 ويف 2 ويف 3 4 5 اتوقع تكمله اتجاه الهابط لتثبيت مستويات ال 1000 دولار عن جديد وحتى ال 900 دولار. ليش عم بتكلم بهذا السيناريو؟ بعرف انه ممكن اشخاص يقولوا لي لا انت مجنون بطل في انخفاض الاسعار الذهب، كل شيء وارد، ممنوع حدا يقول سيناريو عن اي سيناريو مفترض انه ما ممكن يصير. اللي شهد اسعار الذهب انخفضت من مستوى ال 1900 دولار لل 1000 دولار ما كان متوقعه، واللي كان متوقعه طبعا قالوا عنه مجنون، اللي شاف اسعار النفط انخفضت من 112 دولار لل 20 دولار ما حدا كان متوقعه، واللي توقعه طبعا قالوا عنه مجنون. فبهيدي الحاله انا عم بتوقع بعد انخفاض الموجه الخامسه لزياره مستوى ال 1000 دولار وال 950 دولار وحتى 850، هذا سيناريو وارد. ولكن انتم عارفين انه عندي سيناريو ايجابي عم بتكلم بموجات اليوت وتحاليل تقنيه سمبل بسيطه، اذا في حال تم اختراق مستوى 1350 واغلاق فوقه نتوقع تكمله اتجاه الصاعد، هالقد بسيطه. اذا في حال بعدنا بالضغط السلبي طبعا هذا الاتجاه العام اتجاه عام هابط وما في شك انه كلنا بنوافق هذا السيناريو. هلا اسعار الذهب قلت لكم هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا مهمه جدا لتكمله اتجاه الهابط، او اذا في حال اغلقنا فوق مستوى 1290 اول موجه تصحيح بسيطه بتصير مغريه للشراء. اذا في حال اغلقنا فوق مستوى ال 1290 شمعه يوميه اول انخفاض بكون مغري للشراء، بتكون فقط موجه تصحيح. هلا بالنسبه للمؤشرات الامريكيه ايضا سجلنا انخفاض ضخم اذا بدكم بالجلسه الاسيويه وشهدنا خلينا نقول الشموع ضخم جدا قرب هذه القاعان اللي هي مستويات ال 21000 للداو جونز ومستوى تقريبا ال 3 يعني 2300 للاس بي 500، بلشنا نشهد بعض التقلبات والفجوات السعريه. فبهيدي الحاله ممكن نكون عم نتوقع اشاره انعكاسيه، وانتم عارفين رايي على انه انخفاض بسيط ممكن نبتدي بالاتجاه الصاعد عن جديد لتسجيل اخر موجه
ارتفاع للمؤشرات الامريكيه، اخر موجه ارتفاع للدولار الامريكي، اتوقع يكون بعد عندي سيناريو اجابه للدولار الامريكي مع بدايه فيرست كورتر اللي هي شهر جانوري فبروري مارش، اول ثلاث اشهر من سنه 2019، اتوقع وهذا الشيء منه غلط ابدا، يكون عندي بعد موجه ارتفاع للدولار الامريكي اوكي، ومن ثم تغيير الاتجاه. فبهذه الحاله ممكن ارتفاع الدولار الامريكي يرفع معه المؤشرات الامريكيه، مش هيك بعد ساصبح في عندي بوزيتيف كورليشن، ما فينا نلغي هذا السيناريو، البوزيتيف كورليشن والعلاقه الايجابيه بين الدولار الامريكي والمؤشرات الامريكيه اصبحت موجوده، لانه على طول المؤشرات الامريكيه، ليكو هيدي النقطه شو مهمه، المؤشرات الامريكيه كان على طول تمشي إذا بدكم بالاتجاه المعاكس للدولار الأمريكي، ليش؟ لأنه كان الدولار الأمريكي عم بيقدم فوائد تقريبا قرب 0% وما يعتبر هاي الكرنسي، ولكن أصبح الدولار الأمريكي هلأ يعتبر هاي الكرنسي ومن العملات الرئيسية اللي عم بيقدم فوائد وعوائد في البنوك المركزية أكثر من غيرها. فبهيدي الحالة بكل بساطة المؤشرات الأمريكية أصبحت من نيجاتيف كورليشن، من علاقة عكسية لعلاقة إيجابية مع الوقت مع الدولار الأمريكي. للاسف يعني كنا نشهد اول شيء كراش للمؤشرات الامريكيه، يكون دولار الاندكس مرتفع والعكس صحيح. فبهذه الحاله اتوقع هلا موجه صاعده للدولار الامريكي وايضا للمؤشرات الامريكيه سويا بهذه البوزيتيف كورليشن، ممكن تؤدي لضغط سلبي للعملات الرئيسيه، اليورو دولار لل 108 105، استرليني لل 121، الدولار كاد اتوقع انخفاضه ايضا بشكل ضخم جدا. هذا سيناريو مختلف لانه الدولار الكندي هو من العملات الرئيسيه اللي ما بتمشي ببيرز او بامور اذا بدكم مثل قوه الدولار وضعف الدولار، يعني ما بتمشي عكس اليورو وعكس استرليني، ممكن تمشي معهم ايضا. اما بالنسبه للذهب ايضا ممكن نشهد بعد سيناريو ضعيف عليه، فبهذه الحاله اتوقع ضعف هذه العملات الرئيسيه والمعادن والسلع مقابل الدولار الامريكي لاخر موجه باول ثلاث اشهر من سنه 2019، ومن ثم بنرجع بنشتري الذهب، بنشتري اليورو، بنشتري استرليني، بنبيع الدولار الامريكاني في رابع شهر وخامس شهر ولنهايه هذه السنه. اتوقع كراش سايكل ممكن يحصل من وراء اخر موجه ارتفاع للمؤشرات الامريكيه، اتوقع انهيار ضخم جدا، ولكن واصلين له، ما بدنا نستبق الوقت، واصلين يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، اسبوع بعد اسبوع، رح نكون سويا نحن بهذه الجلسات الصباحيه ورح نتوقع الانخفاض سويا، وان شاء الله نكون عم نستفيد منه. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لي بهذه الجلسات الصباحيه. بكل بساطه الايكونوميك كالندر او الاجنده الاقتصاديه اليوم عندي الاي دي بي نون فارم امبلويمنت تشينج اللي هي ايضا مهمه جدا، وممكن الدولار الامريكي طبعا يكون عندي خلينا نقول بعض التقلبات عليه، اللي هي الامبلويمنت تشينج اللي هي بتحضر للنون فارم بيرول اللي هي طبعا اكثر خلينا نقول بيان في تقلبات او فولاتيلتي مرتفعه. فاليوم على 3:15 ثلاثة وربع او تقريبا او 4:15 بتوقيت السعوديه طبعا رح يكون عند الاي دي بي نون فارم، انتبهوا من التقلبات، وانا بتمنى لكم نهار اكثر من رائع ومثمر. ما تنسوا تزورونا على مدونه تكمل اللي بنعمل فيها ابلود وطبعا تحميل لمعظم الاخبار الاقتصاديه الموجوده عنا بالسوق. كان معكم المحلل التقني جوزيف دهري من شركه تكمل، مباشره الى اللقاء.